تعود الفنانة الراحلة مديحة كامل من أهم نجمات السينما في عصرها الذهبية إلى جانب جمالها الأخاذ، كانت تمتلك روحا مختلفة على الشاشة وأداء متميزا حفر اسمها في قلوب وعقول المشاهدين حتى بعد اعتزالها الفن ورغم مرور كل هذه السنوات على رحلها وقرار الاعتزال الصادم إلى أن مديحة كامل لا زالت تمتلك شعبية غير محدودة تدفع الكثير منا للتعمق في حياتها ومعرفة المزيد عن كواليس اعتزالها ورحلها وفي هذا الفيديو نستعرض أهم الخبايا والأسرار والقصص الغريبة التي أحاطت بالفنانة مديحة كامل التي خطفت قلوبنا بأعمالها على مدار سنوات نشاطها الفني ولدت مديحة كامل صالح أحمد في الأسكندرية في 3 أغسطس عام 1948 كان لديها خمس أشقاء ودرست في مدرسة الشطب النموذجية وحصلت على كلية الآداب كانت بدايتها مع التمثيل في مسرح المدرسة وقدمت دور رابعة العدوية في مسرحية تحمل نفس الاسم ولفتت الأنظار بجمالها منذ صغرها فحصلت على لقب فتاة الشاطئ في أحدى المسابقات على شاطئ الأسكندرية في سن 16 عام ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب وبعد نشر الصورة تلقت عروضا كثيرة بالتمثيل لكن والدها رفض لأنه خاف عليها من الوسط الفني وكي يرضيها وافق أن تشارك في بعض عروض الأزياء لكنها ظلت تحلم بفرصة التمثيل وانتقلت إلى القاهرة في عام 1962 ووجدت الحل في الموافقة على الزواج من رجل الأعمال محمود الريس الذي كان صديقا لوالدها ووعدها بتحقيق حلمها والموافقة على التمثيل وبالفعل تزوجت وهي في المرحلة الثانوية وشاركت في أول عمل فني لها وبدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة إلى أن اكتشفها المخرج أحمد ضياء الدين وقدمها في فيلم فتاة شزة عام 1964 وبعد إنجاب ابنتها الوحيدة ميرهان انفصلت مديحة كامل عن زوجها محمود الريس وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة وتوالت أعمالها بعد ذلك، اتخذت الفنانة مديحة كامل قرار الاعتزال بعد ما زاد المرض على والدتها حيث ظلت طريحة الفراش لونها يتغير وتتبدل يوما بعد يوم وهنا شعرت مديحة كامل إن الحياة لا تساوي شيئا وإن الآخرة أهم وأبقي خاصة مع حرصها على قراءة ورد يومي من القرآن الكريم ومداومتها على أداء العمرة من وقت لآخر وتعددت الأسباب التي دفعت مديحه كامل للاعتزال لعل أبرزها مرورها بعدد من المحن والابتلاءات المتتاليه ففي أواخر السبعينات صدمت برحيل شقيقها الأصغر وكان يبلغ من العمر 17 عام وحزنت حزنا شديدا مما جعلها تتقرب إلى الله أكثر ومن المتعارف عليه ان مديحه كامل كانت تواظب على الصلاه رغم ادوارها الجريئه وملابسها العاريه وقالت ابنتها انها وعلى الرغم من انها كانت احيانا ترتدي ملابس في بعض الافلام مكشوفه الا انها كانت قريبه جدا من الله عانت مديحه كامل من مرض في القلب منذ عام 1975 وأثناء تصوير مشاهدها في مسلسل الأفعي أصيبت بجلطه ورغم التعب الذي شعرت به إلى أنها أكملت العمل حتي النهايه ولكن في اليوم الأخير فاق الألم الحد وجعلها تصرخ من شدته وتنقل الي البيت ومرت بواقعه في فتره تذبذبها ورغبتها في الاعتزال كانت هي الحاسمه فقال الإعلامي محمد الغيطي إنه أثناء تصوير مديحه كامل فيلم بوابة إبليس شعرت وهي أمام المرآه إن وجهها وجه شيطان وتكرر معها الأمر أكثر من مره لدرجه إنها لم تعد تطاق النظر إلى المرآه ورغم إنها خرجت من الاستوديو بعد تكرار الأمر معها واتخذت قرار نهائي بالاعتزال وتدخلت النقابه حتى لا يقيم المنتج أي دعوه قانونيه وتسببت مديحه كامل في اتلاف بعض مشاهد الفيلم واضطر المخرج لاستبدالها بدوبليره لاستكمال المشاهد المتبقيه لها حيث رفضت بشكل قاطع استكمال باقي المشاهد والعوده للتمثيل حتى لبضع ساعات اخرى ويروي عدد من الصحفيين موقفا يجمعهم بمديحه كامل حيث قابلها الصحفيون في الاسكندريه بعد ارتدائها الحجاب وقالوا لها هتعملي ايه المحكمة ممكن تسجنك علشان ما كملتيش الفيلم فأجابت أنا في رحاب الله وذهبت مديحة كامل لأداء فريدة الحج مع ابنتها الوحيدة مرهان الريس وعادت بعيدة عن الأضواء التي أتعبتها وصنعت لنفسها حياة أخرى حيث كرست حياتها لأعمال الخير فكانت تذهب لدار الأيتام والمسنين وعكفت على حفظ القرآن الكريم ودراسة كتاب الله والسنة النبوية الشريفة، وكانت يوميا تقرأ في كتاب الله، وكانت على اتصال بالشيوخ والمتخصصين لفهم الآيات. وأشارت ابنة الفنانة مديحة كامل إن الشيخ الشعراوي أهدى والدتها مصحفا وكتب عليه عبارة إهداء حيث تقول هذه العبارة: وانفس ما تهدي الى من تحبه كتاب الى المختار اوحاه ربه وفي يوم 3 رمضان الموافق 12 يناير عام 1997 كانت مديحه كامل حريصه على اعداد مائده الرحمن التي تعدها خصيصا بنفسها وبالفعل انتهت من اعدادها وذهبت لصلاه العشاء ثم التراويح حتى السحور مع ابنتها وزوج ابنتها ثم قام زوج ابنتها بإمامتهم لصلاة الفجر يوم 4 رمضان الموافق 13 يناير عام 1997 ونامت مديحه كامل بعد ضبط المنبه بالقرب من توقيت صلاة الظهر ولكن لم تستيقظ وظل المنبه يضرب حتى جاءت ابنتها لتكتشف وفاه والدتها والمصحف الى جوارها وكان مفتوح على سوره البقره وتظل الفنانة مديحة كامل أحد أهم النجمات القليلات التي لا يغب رغم اعتزالها ثم رحلها وما إن ظهرت لها صورة على السوشيال ميديا لتنهال عليها الدعوات بالرحمة والمغفرة فزادت شهرتها بكثير عن فنانات أخريات من مختلف الأجيال وأصبحت أيقونة للجمال وحسن الخاتمة